وبالانتقال إلى المناطق المحررة، حيث قالت بعض الصفحات الإخبارية أن هناك ارتفاعا بأعداد المصابين بمرض الكوليرا في المنطقة، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ أن عدد الحالات وصل إلى 15,000 حالة منذ منتصف أيلول الماضي وحتى اليوم. للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض المحمد. أرحب بك دكتور رياض. أهلا وسهلا. دكتور رياض، ما صحة الأخبار المتداولة عن ارتفاع عدد المصابين بمرض الكوليرا، وهل توجد إحصائية دقيقة لعدد المصابين في المناطق المحررة؟ نعم أستاذ. منذ تأكيد أول إصابة بالكوليرا في شمال غرب سوريا من العام الجاري وحتى الآن بلغ عدد الحالات المشتبهة تدريجيا 17,000 حتى الآن. في عنا إصابات مؤكدة مخبريا، نعم، يزيد عددها عن 400 حالة. الوفيات حتى الآن 15 حالة. نعم دكتور. يا أستاذ أسمعك جيدا دكتور، تفضل. الحالات المشتبهة حتى الآن 17,000 سريريا وليس مخبريا، يعني أعراض، هناك أعراض كوليرا وليس تأكيد مخبري، تمام؟ نعم. الإصابات المؤكدة مخبريا أنها كوليرا 400 حالة أو يزيد قليلا. نعم. الوفيات هناك 13 حالة وفاة. نعم دكتور، ما هي الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى انتشار الكوليرا، وما هي الحلول أو الطرق التي يمكن أن تحد من انتشار هذا المرض؟ نعم أستاذ، الأسباب الرئيسية لانتشار مرض الكوليرا في شمال غرب سوريا أو الأحرى وعدم اتخاذ سبل الوقاية وهي النظافة الشخصية، وذلك بسبب ضعف الوعي عند الأهالي بخطورة المرض وعدم اتخاذ سبل أو النظافة الشخصية والنظافة العامة بشكل عام. ضعف الوعي أيضا في خدمات الطرف الصحي، يعني نلاحظ أنه في المخيمات هناك في ضعف في خدمات الطرف الصحي. بالإضافة إلى الأسباب الأخرى، نعم، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى اللي هي تلوث المياه، تلوث الأطعمة، أيضا تناول الأطعمة الملوثة بالكوليرا. نعم. أيضا دكتور رياض، سؤالي بالنسبة للمشافي والمراكز الصحية في المناطق المحررة، ما هو مدى جاهزية هذه المراكز والمشافي لاستقبال حالات مصابة بمرض الكوليرا؟ نعم، هناك مراكز استشفاء تشرف عليها وزارة الصحة. هناك عندنا 7 مراكز، في مركز بدركوش، مركز في إدلب، نعم، مركز الكارلتون، مركز في باتابو، مركز الأندلس، في دارة عزي مركز، أيضا مركز في أطمي، في معنا مركز سدانة، وأيضا هناك مركز في كفر كرمين. هذه أستاذ مراكز استشفاء، أي هناك مراكز إيماها وعددها أيضا كبير، يعني مراكز الإيماها متوفرة بشكل جيد. نعم. رئيس دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة دكتور رياض المحمد، شكرا لك على هذه الإفادة.